احمل الشاشه بالعظام بعد ال 40 45 وحتى اني احمي نفسي من الشاشه بالعظام ضروري انه غلاس حليب الصبح اول ما اطلع غلاس حليب قبل لا انام اكل الاقبال مالت الخروف او الدجاج او العجل ضروري انه اتعرف اني اشعه في الشمس هسه ولو اليوم مغيمه لكن ان شاء الله غير اليوم العمر بالعافيه لك احاول انه يعني الرياضه حتى لو مشي يعني باليوم حتى خلي امشي لي الصبح نص ساعه العصريه فد نص ساعه ساعه باليوم امشي يعني الفواكه والخضره ضروري انا ما اقدر اكل هاي الخضروات وهي طازه الخضره بالعكس هاي اللي هي تنطيني طاقه عمر عافيه لك اشكرك يعني خذ من وقتك.